اهلا بيكم في فيديو جديد ومهم من جو برو بالعربي. الفيديو ده ناس كتير كانت مستنياه وناس كتير كانت بتسألنا هينزل امتى. هو اتأخر شوية معلش انا عارف. الفيديو ده هيكون مقارنة شاملة بين الجو برو هيرو 9 بلاك الجديدة اجدد اصدار من جو برو والجو برو هيرو 8 بلاك الاصدار اللي قبلها. هنشوف الفرق بينهم من الحجم للبطارية للمميزات للخصائص للاعدادات لسهولة الاستخدام. هنشوف الفرق بينهم في كل حاجة وهنشوف ايه الانسب لكل شخص. خليكم معانا. اول حاجة هنتكلم عليها هي حجم الكاميرتين والفرق بينهم. طبعا زي ما احنا شايفين الجو برو هيرو 9 بلاك اكبر من الجو برو هيرو 8 بلاك. العرض والطول والارتفاع, بس طبعا ده بيرجع للمميزات الجديدة اللي حطوها في الجو برو هيرو 9 بلاك, زي الشاشة الاكبر من الجو برو هيرو 8 بلاك, وزي الشاشة الامامية, وزي انه البطارية بتاعت الجو برو هيرو 9 بلاك بقت اكبر, فعشان كده الحجم بتاعها ككل بقى اكبر من الجو برو هيرو 8 بلاك. تاني حاجة هنتكلم عليها هي الشكل بتاع الكاميرا من برا, او ايه الحاجات اللي بقت في الكاميرا من برا مختلفة عن الهيرو 8 بلاك, زي السايد دور بتاع البطارية والتشارجر او الشاحن. في الهيرو 8 بلاك كان لازم تفتح الدور ده وبعدين تشده لبرا. في الهيرو 9 بلاك انت بتشد القفل بتاعه لبرا هو بيفتح لوحده, وبعد كده وانت بتقفل بتضغط عليه بس وبيقفل لوحده, وطبعا ده بيزود الامان عن الجو برو هيرو 8 بلاك, لان الهيرو 8 بلاك كان في ناس كتير بتنسى او ما بتكونش واخده بالها انه السايد دور ده او الباب بتاع البطاريه مفتوح, وبالتالي بيدخل ميه لو هما بيستخدموها في نشاطات مائيه او حاجه والكاميرا ممكن تبوظ. الهيرو 8 بلاك ما كانش بتقدر تغير اللينس كفر بتاعها, فكانت لو مش حطيتها في الهاوسنج ومثلا اللينس او العدسه اتشرخت او اتكسرت لو وقعت او حاجه مش هتقدر تعمل حاجة, يعني مش هتقدر تغير العدسة, وبالتالي الكاميرا بتكون باظت ومش هتستفيد منها حاجة. في الهيرو 9 بلاك رجعوا الريموفال لانس بتاعة الهيرو 7 بلاك اللي كان بتقدر تغير العدسة دي بسهولة, حتى لو اتكسرت او اتشرخت ما بتأثرش في العدسة بتاعة الكاميرا نفسها, بيكون بس الغطاء الخارجي بتاعها, وده كمان لانهم نزلوا الماكس لينس مونت اللي هنتكلم عليها كمان شوية. تاني حاجة الزراير بقت اكبر شوية, الزرار بتاع الاون اوف والزرار بتاع التصوير. طبعا اهم حاجة او اهم ميزة هي الشاشة الامامية الفرونت سكرين. الجو برو هيرو 9 بلاك عملوا فيها فرونت سكرين, واللي بتسهل عليك التصوير لو انت بتصور فلوج او حاجه وعايز تشوف نفسك في الفريم, عايز تشوف نفسك انت طالع في الصوره ولا لا. في الهيرو 8 بلاك ما كنتش بتقدر تعمل كده لان ما فيهاش ال سي دي سكرين, كان لازم توصلها بالتليفون عشان تعرف تشوف انت شايف ايه, او العدسه بتاعت الكاميرا بتاعتك شايفه ايه. الحاجه اللي بعد كده هي واحده من اهم المميزات الجديده في الجو برو هيرو 9 بلاك, وهي البطاريه. البطارية زي ما احنا شايفين هي اكبر من الجو برو هيرو 8 بلاك, بس ده عشان هم زودوا اللايف تايم بتاعها وزودوا المدة اللي بتقدر تصور بيها بالجو برو هيرو 9 بلاك, وبتديك وقت اطول في تصوير ال 4K او ال 5K عن الجو برو هيرو 8 بلاك. يعني الهيرو 8 بلاك لو كنت بتصور مثلا برا وهتحتاج بطاريتين, بدل البطاريتين دول هتقدر تصورهم ببطارية واحدة للهيرو 9 بلاك. واحدة من المشاكل اللي هتقابل بعض الناس اللي بيستخدموا كاميرات الجو برو من زمان وعندهم اكسسوارز كتير للجو برو للكاميرات اللي قبل الجو برو هيرو 9 بلاك واشتروا الجو برو هيرو 9 بلاك, مش هيعرفوا يستخدموا كل الاكسسوارز بتاعت الجو برو هيرو 8 بلاك مثلا او 7 بلاك او 6 مع الجو برو هيرو 9 بلاك. في بعض الاكسسوارز هتنفع تستخدموها عليها زي مثلا الترايبودز والحاجات دي, هتقدر تركبها لان هي فيها نفس الماونتس من تحت, بتتركب بمسمار عادي في كل الماونتس دي, بس حاجات زي الهاوسنج مثلا بتاع الجو برو هيرو 8 بلاك او 7 بلاك مش هتقدر تستخدمه مع الهيرو 9 بلاك. السيليكون كفر كمان بتاع الهيرو 8 بلاك مش هتقدر تركبه عليه لان حجم الكاميرا بقى مختلف, فمش هتعرف تستخدم اي حاجة كان حجم الكاميرا بيكون ضروري في استخدامها. الحاجات الوحيدة اللي هتقدر تستخدمها معاها هي اي حاجة
بتقدر تركبها بالمسمار بتاع جو برو. خلونا نتكلم دلوقتي عن الاعدادات المختلفة بتاعت الكاميرات والصور والفيديوهات بتوعهم. هنبدأ الأول بالصور. الصور الجو برو هيرو 8 بلاك كانت بتصور 12 ميجا بيكسل صور زي أي جو برو قبلها، زي الهيرو 7 بلاك وال 6 بلاك وال 5 بلاك وتقريبا ال 4 بلاك كمان، كانت ثابتة على 12 ميجا بيكسل ما بتتغيرش في أي إصدار غير الجو برو هيرو 9 بلاك. الجو برو هيرو 9 بلاك أخيرا خلوا الصور 20 ميجا بيكسل سوبر اتش دي ار، ودي حاجة حلوة جدا للناس اللي بتحب تصور صور عادية مش لازم فيديوهات، لانه يعني الجو برو معروفة انها بتاعت فيديوهات اكتر، بس دلوقتي تقدر تاخد بيها صور حلوة جدا وشارب جدا احسن من الجو برو هيرو 8 بلاك وال 7 بلاك او كل الاصدارات اللي قبلها. ال 20 ميجا بيكسل دي انت ممكن تصور حاجة وتطبعها على يعني تطبع صورة كبيرة وتعلقها على حيطة او تعلقها في مكتب او حاجة، هتكون حلوة جدا والديتيلز بتاعتها باينة، مش زي ال 12 ميجا بيكسلز اللي كانت في ال 8 وال 7 وال 6 كل الاصدارات اللي قبلها. بعد كده الفيديوز. الفيديو الهيرو 8 بلاك كانت بتاخد لحد 4K 60 فريمز بير سكند، دي كانت اعلى ريزوليوشن في الفيديو بتاع الجو برو هيرو 8 بلاك. الهيرو 9 بلاك بتصور 5K فيديوز. 5K دي طبعا حلو جدا، يعني هو اصلا ما فيش شاشات كتير بتشغل 5K، بس هو هيديك ديتيلز اكتر، هيديك اوبشنز اكتر في الاديتس بتاعتك، هيديك وضوح اكتر من ال 4K طبعا. بس الهيرو 9 بلاك بتصور 5K على 30 فريمز بير سكند مش 60 فريمز بير سكند. الفريمز بير سكند دي هتفرق معاك بس لو انت بتصور سلو موشن او تصوير بطيء، مش هتعرف تصوره على 5K، بس برضو ما كنتش هتعرف تصوره قوي على 4K على الهيرو 8 بلاك، لانه كل ما الفريمز بتقل السلو موشن بتاعك بيبقى يعني جليتشي او بيقطع شوية، فكده كده مش هتعرف قوي تصور سلو موشن على ال 5K بتاعت الهيرو 9 بلاك او ال 4K بتاعت الهيرو 8 بلاك. بعد كده هنتكلم عن الستابلايزيشن او الثبات بتاع الكاميرتين والهورايزن ليفلينج. الثبات بتاع الجو برو هيرو 8 بلاك كان 2.0، الجو برو هيرو 9 بلاك 3.0. طيب ده معناه ايه يعني من الاخر؟ معناه انه الثبات بتاع الجو برو هيرو 9 بلاك احسن من الجو برو هيرو 8 بلاك. لو انت مثلا بتجري او مركبها مثبتها على عجلة او مثبتها على موتوسيكل او بس ماسكها في ايدك وبتجري بيها او حتى ماشي بيها، الثبات بتاعها احسن من الجو برو هيرو 8 بلاك. مع ان الجو برو هيرو 8 بلاك برضو كان حلو جدا مش وحش، بس الجو برو هيرو 9 بلاك افضل كمان. هما بيخلوك مش عايز تستخدم او مش لازم تستخدم جيمبل مع الكاميرا بتاعتك عشان تبقى الفيديوهات بتاعتك ثابتة. فالجو برو هيرو 9 بلاك الثبات بتاعها حلو جدا الصراحة، في المشي في الجري في العجل في الموتوسيكلات في اي حاجة الفيديو بتاعها بيبقى ثابت وواضح جدا، واحسن من الجو برو هيرو 8 بلاك. بعد كده الهورايزن ليفلينج. ايه هو الهورايزن ليفلينج؟ بس الاول احنا شرحناه قبل كده كذا مرة في الفيديوهات اللي قبل كده، بس هشرحه برضو سريعا. الهورايزن ليفلينج هو بيخليك تصور يعني وانت بتصور تفضل المشهد ثابت على السطح اللي انت بتصور عليه، يعني لو انت بتميل الكاميرا يمين وبتميلها شمال وهي بتصور الفيديو نفسه ما بيميلش، يعني الفيديو نفسه بيفضل ثابت على مستوى السطح الحاجة اللي انت بتصورها وما بيلفش يمين وشمال مع الكاميرا وهي بتتحرك. فالهورايزن ليفلينج ده في الجو برو هيرو 8 بلاك كان لازم تعمله وانت موصلها على الموبايل ابلكيشن على تليفونك، لازم تكون موصلها عليه عشان تقدر تشغل الهورايزن ليفلينج. الجو برو هيرو 9 بلاك بقى موجود في الكاميرا نفسها في الاعدادات بتاعت الكاميرا، وانت بتصور مش محتاج توصلها بالتليفون عشان تفتح الهورايزن ليفلينج، والهورايزن ليفلينج بتاع الجو برو هيرو 9 بلاك برضو افضل من الجو برو هيرو 8 بلاك، لانه الجو برو هيرو 9 بلاك فيها هورايزن ليفلينج لوك، يعني بتثبت الهورايزن ليفلينج كمان. الكاميرا لو لفتها 360 درجة الفيديو هيفضل ثابت، يعني الفيديو هيفضل ثابت على السطح اللي انت بتصوره، ولو لفيت الكاميرا 360 درجة الفيديو نفسه مش هيلف معاك. بس ده طبعا مع الماكس لينس مود. الماكس لينس مود دي هي اكسسوري اضافية
بدل العدسة العادية بتتفك وبتركب اللينس مود دي، الماكس لينس مود، وهي اللي بتعمل لك الهورايزن ليفلينج لوج. بعد كده عندنا الديجيتال لينسز او العدسات الرقمية. العدسات الرقمية دي هي اللي بتخليك تقدر توسع الفيلد اوف فيو او تضيقه، يعني بدل ما يكون واسع جدا زي الفيش اي افكت بتقدر تصغره شوية، بيكون زي السينيماتيك افكت او التصوير السينمائي او اكنك بتصور بتليفون مثلا. فالاتنين فيهم سوبر فيو والاتنين فيهم الوايد واللينير والنارو، بس الهيرو 9 بلاك فيها اللينيرز بلس الهورايزن ليفلينج زي ما قلنا، بتقدر تستخدمه من الكاميرا نفسها مش لازم توصلها بالابلكيشن على التليفون. الهورايزن ليفلينج بتقدر تستخدمه مع النارو فقط، قصدي مع اللينير فقط مش مع اللينسز كلها، لان هو بيضطر يعمل كروب للفيلد اوف فيو، يعني بيصغر الفيلد اوف فيو بتاع العدسة بتاعتك عشان يقدر يعمل لك الهورايزن ليفلينج ويثبت المشهد اللي انت بتصوره حتى لو الكاميرا بتتحرك يمين او شمال. الشاشة الامامية في الجو برو هيرو 8 بلاك هي شاشة بتعرض بس الاعدادات اللي انت عليها، اما الشاشة او الفرونت سكرين في الجو برو هيرو 9 بلاك هي ديجيتال ال سي دي 1.4 انش، بتقدر تعرض لك المشهد اللي انت بتصوره ايا كان بقى الصور او الفيديو او التايم لابس او التايم راب، وتقدر تغير المود بتاعها، تقدر تخليها تعرض الاعدادات فقط او تقدر تخليها تعرض الحاجة اللي انت بتصورها، او تقدر تقفلها خالص لو انت عايز تحافظ على البطارية او البطارية بتاعتك بتخلص مثلا، ممكن تقفلها خالص عشان تسيف البطارية. الشاشة الخلفية في الكاميرتين هما تاتش سكرين. في الجو برو هيرو 9 بلاك هي اكبر من الجو برو هيرو 8 بلاك واوضح، يعني بتقدر تتفرج على الحاجة مثلا اللي انت مصورها، الصور او الفيديوهات، وفي تغيير الاعدادات او تغيير اي حاجة في الكاميرا بيكون اسهل من الشاشة الصغيرة بتاعت الجو برو هيرو 8 بلاك. الكاميرتين ووتر بروف لعشرة متر من غير الهاوسنج، بالهاوسنج طبعا بتقدر تنزل لحد 60 متر، بس هما الاتنين ووتر بروف لحد 10 متر. بس انا عن نفسي بنصح بلاش بلاش يا جماعة تستخدموا الكاميرا في اي تصوير نشاطات مائية من غير الهاوسنج، بس لزيادة الامان، لانه في ناس ساعات بتنسى الباب مفتوح او حاجة بتاع البطارية وبيدخلها مية. مشكلة تسرب المية اللي داخل الكاميرا دي مشكلة كبيرة، لانه الكاميرا بتبوظ وملهاش اي حل، يعني مفيش اي حد هيصلحها لك، واللي هيقولك انا هصلحها لك يعني بيضحك عليك من الاخر. فحاولوا حاولوا على قد ما تقدروا وانتوا بتستخدموها في اي نشاطات مائية تحطوها في الهاوسنج لزيادة الامان. بعد كده عندنا المودز الجو برو منزلاها تقدروا تركبوها على الكاميرات. الجو برو هيرو 8 بلاك بتقدر تركب لها الميديا مود او اللايت مود، والجو برو هيرو 9 بلاك بتقدر تركب لها الميديا مود واللايت مود، وكمان الماكس لينس مود اللي قلنا بتخلي الهورايزن ليفلينج ثابت حتى لو الكاميرا بتلف معاك 360 درجة، يعني بتبقى بمثابة انها جو برو ماكس. التايم راب في الجو برو هيرو 9 بلاك هو 3.0، في الجو برو هيرو 8 بلاك برضو كان 2.0، والتايم راب في الجو برو هيرو 9 بلاك عموما افضل من الجو برو هيرو 8 بلاك، بيكون ثابت اكتر، وبرضو بتقدر تعمل تاتش سكرين عشان ترجع لللايف وبعد كده الريال تايم، بعد كده لو عملت تاتش سكرين تاني هتقدر ترجع للتايم راب. الاثنين فيهم تايم لابس ونايت لابس زي بعض، ما فيهمش اي اختلاف خالص، هما نفس الحاجة، والاثنين فيهم سلو موشن لحد 1080 بي 240 فريمز بير سكند، وده احسن حاجة للسلو موشن، وبعد كده ال 2.7 كي 120 فريمز بير سكند. بس زي ما قلنا ال 5 كي بتاع الجو برو هيرو 9 بلاك مش هتقدر تستخدمه للسلو موشن، وال 4 كي بتاع الهيرو 8 بلاك برضو مش هتقدر تستخدمه للسلو موشن. بعد كده عندنا ميزة جديدة في الجو برو هيرو 9 بلاك ومش موجودة في الجو برو هيرو 8 بلاك خالص ولا في الاصدارات اللي قبلها كلها، وهي الهايندسايت. الهايندسايت ده زي ما شرحنا في الفيديو بتاع الانبوكسنج بتاع الجو برو هيرو 9 بلاك، هو بيقدر يخليك تصور حاجة عدت من قدام عدسة الكاميرا في خلال 30 ثانية، يعني لو انت مثبت الكاميرا على اي حاجة او ماسكها في ايدك وفي حاجة عدت قدام العدسة وانت ملحقتش تصور الحاجة دي،
لو دوست على زرار التصوير هي بتصور لحد 30 ثانية قبل زرار قبل ما تدوس على زرار التصوير، و30 ثانية بعد ما تدوس على زرار التصوير. فانت دلوقتي لو حاجة عدت قدامك بسرعة والكاميرا بتاعتك ما كانتش بتصور، هتلحق تصورها لو انت فاتح الاوبشن ده اللي هو الهايندسايت، لو انت عامله اون هتقدر تجيب الحاجة اللي عدت قدام العدسة دي حتى لو الكاميرا ما كانتش بتصور. طبعا الميزة دي مش موجودة في اي جو برو قبل الجو برو هيرو 9 بلاك. الميزة اللي بعد كده برضو مش موجودة في اي اصدار قبل الجو برو هيرو 9 بلاك، وهي السكادجولد كابتشر. وده بيخليك تقدر تحط الكاميرا في اي حتة، يعني لو انت نايم بالليل وعايز تصور مثلا شروق الشمس او حاجة وسايب الكاميرا في اي حتة، بتظبط الوقت والتاريخ اللي انت عايز تصور فيه، والكاميرا بتفتح وتشتغل لوحدها وتبدأ تصور وبعد كده بتقفل لوحدها. فده ممكن يخليك تصور اي حاجة لو انت حاطط الكاميرا في اي حتة بس انت مش جنب الكاميرا وعايز تصور الحاجة دي. بعد كده في الدوريشن كابتشر. الدوريشن كابتشر برضو بيخليك تصور حاجة لمدة معينة وبعد كده الكاميرا تقفل لوحدها، وده طبعا هيخليك تحافظ على البطارية اكتر، بس برضو مش موجود في الجو برو هيرو 8 بلاك. الكاميرتين فيهم فويس كنترول وتقدر تشغلهم بالفويس كوماند اللي هو جو برو تيرن اون. الاتنين بيشتغلوا نفس الحاجة ما فيهمش اختلاف. الاتنين تقدروا تعملوا بيهم لايف ستريم على 1080 فول اتش دي، والاتنين تقدروا تستخدموهم ككاميرات للكمبيوتر او يعني ويب كام. الاتنين فيهم فيس اند سمايل ديتكشن، يعني تقدر تصور نفسك من غير ما تدوس على زرار التصوير لو ضحكت قدام الكاميرا. طيب دلوقتي نيجي للخلاصة بتاعت المقارنة دي. انا من وجهة نظري انا الشخصية الجو برو هيرو 9 بلاك حلوة جدا، بس هي اغلى من الجو برو هيرو 8 بلاك، بس ده طبعا بيرجع للميزات والخصائص الجديدة اللي فيها اللي مش موجودة في اي اصدار جو برو قبلها زي ما شرحنا في الفيديو. وانا يعني شايفها هي حلوة جدا بالذات للناس اللي بتعمل فلوجز او فيديوهات سفر او فيديوهات حاجات من الحاجات دي، اللي بيبقى بيصور نفسه عشان يبقى شايف هو بيصور ايه في الشاشة الامامية. دي طبعا ميزة حلوة جدا. الفيديوهات الـ 5K برضو حلوة جدا وبتكون اوضح طبعا من الـ 4K ومن الـ Full HD، فدي برضو هتنفع ناس اللي بتصور حاجة يعني اكشن قوي وعايزين الديتيلز بتاعت الحاجة تبان جدا في الفيديو. غير كده الكاميرتين زي بعض، يعني الجو برو هيرو 8 بلاك برضو مش وحشة، هي حلوة جدا وبتعمل نفس الحاجات اللي هيرو 9 بتعملها، ما عدا بس الـ 5K وان العدسة بتاعتها ما بتتغيرش والشاشة الامامية وانه البطارية صغيرة شوية. فعلى حسب استخدامك انت، على حسب تستخدم الكاميرا في ايه او هتصور ايه بيها، الاثنين بينفعوا، يعني الاثنين هينفعوا في الدايفنج، الاثنين هينفعوا في الرياضة في اي سبورتس، الاثنين هينفعوا في التريبس او السفر او الفلوجات وكده، بس الهيرو 9 هتبقى احسن شوية في بعض الحاجات مش كل الحاجات كمان. الاثنين في اللو لايت هما نفس الحاجة، مفيش فرق في اللو لايت بينهم. فعلى حسب استخدامك انت وعلى حسب انت عارف انت هتستخدمها في ايه، تقدر تختار بين الـ 8 والـ 9. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ويسهل عليكم الاختيار لو انتم ما اشتريتوش لسه الكاميرا وبتفكروا تختاروا الـ 8 ولا الـ 9. ولو عايزين تسألوا اي اسئلة عن الـ 9 او الـ 8 او عندكم اي استفسارات تانية عنهم، تقدروا تسيبوا لنا الاسئلة بتاعتكم في الكومنتس على الفيديو ده وانا هرد عليكم. ولو عايزين تشوفوا الكاميرا او الاكسسوارز بتاعتها، تقدروا تشوفوا الويب سايت بتاعنا جو برو بالعربي، او تقدروا تكلمونا على انستغرام بيج او الفيسبوك بيج جو برو بالعربي. وشكرا.